اول وصفه هنعملها مع بعض هي وصفه تقريبا اشهر نوع عيش عندهم، وهو البازلمه. البازلمه اللي هو ممكن يتقدم عيش ساده وممكن يتقدم محشي بالجبنه. النهارده احنا هنعمله محشي بالجبنه لانه الساده سهل، بتقدروا تعملوه زي ما احنا هنعمله بالجبنه بس من غير ما تحشوه. عشان نعمل البازلمه بتاعت الجبنه عايزين 3 كوب دقيق، 1 معلقه كبيره سكر، 1/3 كوبايه زيت، نص كوبايه حليب، ملح، ماء حسب الحاجه طبعا، الحشوه 2 كوب جبنه موتزاريلا، 1 كوب جبنه حلوم، وللوش عايزين زبده وبقدونس وبس كده خلاص. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجه هنعملها عايزين الدقيق بتاعنا، هنحطه هنا 3 كوبايات، هنحط معاهم السكر، رشة ملح، مفيش خميرة خلوا بالكم، وهنحط الحليب. خلينا نديها بس تقليبة كده يعني المكونات الجافة كده أخدت لها شوية. هنحط دلوقتي الزيت وهنحط الحليب، ولو عزنا مية هنحط. يعني هي شكلها عايزة شوية مية طبعا، فهنحط لها شوية مية. نتأكد، علشان بعد ما نتأكد هنسيبها بقى ايه تتعجن بتاع مثلا 6 دقايق في العجان. تمام، اهم حاجة في العجينة بتاعتنا دي هي عجينة سهلة خالص وما فيهاش ولا خميرة ولا حتى بيكنج باودر ولا اي حاجة. اهم حاجة في العجينة بتاعتنا حاجتين، ان احنا نسيبها تتعجن كويس قوي يعني من 6 لـ 8 دقايق بالعجان، وتاني حاجة ان احنا هنسيبها ترتاح مرتين مش مرة، مرتين مش مرة. اول مرة هنسيبها ترتاح بعد ما تتعجن، هترتاح اول مرة، بعدين تاني مرة هنسيبها ترتاح بعد ما نقطعها لكور علشان نعمل الفطاير بتاعتنا، فكل كورة هنسيبها ترتاح كمان نص ساعة. تمام، احنا هنا العجينة بتاعتنا هنعتبر انها جهزت كده اهي، فدي العجينة هنسيبها اهي، بصوا هنسيبها بقى دلوقتي ترتاح العجينة نص ساعة، وبعد النص ساعة دي هنقطعها ونسيبها ترتاح كمان مرة. تمام، فعندنا هنا دي العجينة المرتاحة أول مرة اهي، دي ارتاحت نص ساعة. هناخدها، ناخد بس شوية زيت، وهناخد سكينة، ادي الزيت اهو علشان خاطر اقدر افرد احط العجينة عليها من غير ما تلزق. هناخد دلوقتي العجينة بتاعتنا اللي ارتاحت نص ساعة، يعني احنا حطيناها في الطبق وغطيناها وسبناها نص ساعة عشان ترتاح. هناخدها كده الاول، خلينا نفرد الزيت هنا. هناخد بقى العجينة بتاعتنا اللي مفروض انها ارتاحت، وهنبتدي نقطعها. هناخد القطع دي بقى، احنا بتعملوها بقى بالحجم اللي انتوا عايزينه، وهنعملها مدورة كده بهذا الشكل. هدورها كده كده كده، عايزينها اكبر من كده بتقدروا تعملوها اكبر من كده زي ما انتوا عايزين. وهناخدها نحطها كده هنا، ندورها بس كويس كده اهو، وناخدها نحطها هنا. هنعمل كده في كل الكمية اللي عندنا. طيب بعد ما عملنا كده وشكلناها على شكل كورة هنعمل ايه؟ هنسيبها ترتاح زي ما قلنا، وبعدين خلينا ناخد دول بقى نحطهم هنا، ونسيب دول هنغطيهم ونسيبهم يرتاحوا. دلوقتي هناخد اللي اوريدي ارتاحوا عندنا،
دي اللي احنا سبناها ارتاحت، هناخدها ونبتدي نشتغل فيها. طبعا مرتاحة جدا وممتازة، بس هي يعني ممكن تكون، خلينا نعملها اصغر شوية معلش. هنفردها دلوقتي، نجيب النشابة ونفردها. تمام كده. شوفوا بقى هنعمل ايه، عشان احنا هنعمل شويه معاكم، نحطهم في، نحطها كده في الفرن قدامكم. عندنا هنا الخليط بتاعنا، الخليط بتاعنا ما فيهوش حاجه خالص، شويه جبنه ومعاها شويه بقدونس فقط لا غير. هنحط الجبنه الحلوم والجبنه الموتزاريلا هنا، وشويه بقدونس وخلاص. خلينا نحط دي كده هنا بهذا الشكل ونقفل عليها. دي صغننة قوي، خلوا بالكم يعني هي تتعمل ممكن كده، ممكن تتعمل بمقاس اكبر شوية. نحطها كده هنا ونفردها. يعني احنا نفس الفكرة دي عاملينها دلوقتي، هوريها لكم بالمقاس الكبير، بس انا حبيت اعمل معاكم كمان المقاس الصغير. هناخدها زي ما هي كده ونحط شوية زيت في الطاسة، شوية صغننين، وهناخد البزلمات الصغننة دي. ونحطها كده هنا. هسيب بقى دول على النار كده لغاية ما يستووا. هجيب دلوقتي كزرونة صغننة، هحطها على النار ونولع عليها. عندنا هنا زبدة وعندنا بقدونس. الزبدة والبقدونس دول احنا هنحطهم على، هحط الزبدة على النار لان الزبدة دي انا هحطها على وش البزلمة بتاعتنا بس تخلص خالص، هروح دهناها بالزبدة وبالبقدونس، بتاخد ممكن بقى رشة ملح صغيرة كده، بتاخد الطعم بقى لحتة تانية خالص، بتبقى حلوة جدا جدا جدا. دلوقتي بصيت على البزلمات الصغننين بتوعنا، يعني بتهيألي دلوقتي ممكن نبتدي نقلبهم على الناحية التانية. وادي اللون اهو الجميل، يمكن دي لسه بس لا كويسة، هنقلبها. المهم تبقى على نار هادية خالص علشان تستوي العجينة براحتها. خلاص كده تمام. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد الفرشة، عندنا هنا الزبدة بتاعتنا، هنحط عليها شوية بقدونس ونقلبها. وهندهن بيها البزلمة بتاعتنا ونشوف ايه الاخبار.